تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي مرحبا عمو يزيد وفرحان بزاف اللي راكم هنا وانتم راكم فرحانين برافو اصدقائي اذا اصدقائنا لما يشوفوا فينا تاني وحابين يحضروا كما حضرتوا انتم هنا ما عليهم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. برافو 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 أحبائي. إذا للمشاركة لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل كامل كما راكم. شحال راكم شابين؟ تعالي بنتي أروحي الشاب أروحي 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 بنتي أروحي تعالي 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 بنتي دوري الأطفال باش وشكي لابسة كركو شحال شباب. واسمك بنتي؟ نسرين. نسرين شحال في عمرك نسرين؟ ستة أيام ستة أسابيع ستة أشهر ستة ماذا؟ سنوات سنوات. وش هو هذاك لابسة خيط الروح؟ الله يبارك شحال شابة. وين تسكني بنتي؟ درارية. في درارية؟ الله يبارك برافو برافو مرحبا بك بنتي مرحبا بك. تعال وليدي أروح أروح تعال 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 دور الأطفال باش تجي شباب. واسمك ولدي؟ خليل. خليل وين تسكن خليل؟ في بشار. في بشار الجميلة تحية تحية الناس بشار تحية. شحال في عمرك خليل؟ شحال في عمرك؟ خمس سنين. خمس سنين وشاطر هكذا. مع من جيت؟ مع من جيت؟ مع بابا ولا مع ماما؟ ها وحدك؟ جيت وحدك؟ شكون جابك؟ خويا شكون؟ شكون جابك؟ مع من جيت؟ ماك شافي؟ ما على بالكش؟ هيا خلاص ما تجي معايا من بعد كي نكملوا نديك انا ما على بالكش مع من جيت يلا نديها. تعالي بنتي الشابة روحي روحي بنتي. واسمك الشابة؟ يانال. واسمك؟ يانال. يانال اسمك شباب دوري الأطفال هكذا. وين تسكني بنتي؟ في باب الجراح. في باب الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك؟ سبع سنين. وشاطرة في الدراسة؟ الله يبارك الله يبارك بنتي الله يبارك الله يبارك. إذن أحباء تعالي بنتي أروحي أروحي. واسمك الشابة؟ ياسمين. ياسمين شحال في عمرك ياسمين؟ شحال هادو؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة أربع أيام؟ أربع أيام؟ أربع سمانات؟ أربع شهور؟ أربع واش؟ أربع سنين؟ أربع سنين. وين تسكني؟ وين تسكني؟ في باب الزوار. باب الزوار شابة برافو برافو بنتي برافو برافو برافو. أحبائي لحقنا دركا الوقت اللي عمو يزيد يستقبل فيه الرسائل تاعكم اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ سعيد. سعيد بريد. اذا استقبلوا معايا جليلو. تعالوا تعالوا مرحبا عمو يزيد. مرحبا مرحبا جليلو. واش راك جليلو؟ لاباس. واش جبت لنا جليل؟ بريد الاطفال. بريد الاطفال جليلو أصغر باع سعي بريد متطوع مع عمو يزيد وحجبنا البريد تاعكم كامل اللي تبعته هنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. إذا جليلو ضع البريد في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم هنا وعمو يزيد دائما دائما يفرح 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 كيقرا الرسائل تاعكم هنا. أحبائي أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي. مع السلامة عمو ياسين. مع السلامة يا أطفال. شكرا شكرا جليلو شكرا شكرا وليدي شكرا. يوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني. سي لا جورني انترناسيونال دو لا سوليداريتي هيومان. أحبائي عرفكم شنو هو التضامن الإنساني؟
الإنسان عايش فوق هذه الأرض، ولكن لما يسمع باللي كاين دولة ولا بلد ما عنده مثلا حلت به كارثة، مثلا طوفان ولا زلزال، ولا لازم يتضامن مع هذوك الناس. التضامن الإنساني يا أحبائي، الإنسان لازم يكون مليء بالإنسانية، يجب رحمة الآخر يا أحبائي. وكذلك يوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للإنسانية، لا جورني انترناسيونال دو لومانيتي. أحبائي الإنسان لازم يكون إنساني. ما معنى هيكون إنساني؟ أن يكون عنده ضمير، أنه يخاف على الناس، أنه يرحم الناس، أنه كما يحب الناس تعامله هو يعامل الناس. أحبائي مهم جدا. بمناسبة هذا اليوم العالمي للتضامن الإنساني، عمو يزيد دلكم مفاجأة في الأغنية اليوم، حتغنوها كاع معايا. تعال وليدي تعال، أروح 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 شباب، تعال تعال دور عند الأطفال، أروح أروح وليدي دور عند الأطفال. واسمك؟ حسن. حسن وين تسكن حسن؟ لبناني. في لبناني؟ الله يبارك. شحال في عمرك؟ حي الموز يعني. شحال في عمرك؟ سنتحذر. شحال في عمرك؟ 4 سنين؟ 4؟ الله يبارك. وش هو هذا؟ وري لي وري لي نشوف. برافو حسن، برافو. واو 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 واو. شوفوا نقراها لكم. قال لك نحبك كثيرا يا أحلى عم، عمو يزيد، حسن، ينال وإيلين مباني. رم هنا ينال وإيلين، رم هنا. ما مش أنا بجوش معك، جيت وحدك. ورام هما أفتار المرة الجاية لازم تجيبهم ولدي. يا أخي دور الأطفال، دور الأطفال. أروح أروح أروح، ما زال ما كملناش. أروح أروح ولدي، دور هكذا الأطفال. المرة الجاية لازم تجيبهم معك. هذه الهدية شكون دارها؟ هذه أنت درتها. شاب بزاف ديري بوسة. برافو برافو وليدي، برافو 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 حسن وليدي. إذن هاي لك، نحبك كثيرا يا أحلى عم، عمو يزيد، حسن، ينال وإيلين مباني. الله يبارك. وهنا تاني، أحبك عمو يزيد. أوه حاجة هائلة من أروع ما يكون. أوه داروا داروا عمل جميل. عمو يزيد يموت عليكم أحبائي ويحبكم. هذه نعلقوها في دار عمو يزيد وتبقى لنا هنا، علقيها هنايا تما باش الأطفال قاع يشوفوها. برافو 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 برافو، شاطرين شاطرين بزاف بزاف بزاف. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: شوفوا مليح. قوس، عندنا قوس يا أخي. القوس هو اللي يرميو به السهام، ولكن هذا القوس ما فيه لا سهم ولا وتر. لا سهم ولا وتر، ما هو هذا القوس؟ أعيد اللغز: قوس بلا سهم ولا وتر، ما هو هذا القوس؟ إذا كذلك أنتم أحبائي لكم تشوفوا فينا، تقدروا تجاوبوا على هذا اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب عن هذا اللغز اللي هو قوس بلا سهم ولا وتر، ما هو هذا القوس؟ ونروحوا دركا في فقرة شخصية اليوم، نكتشفوا مع خلود بنتي شخصية رحمون عبد الحميد. تفضلي تفضلي خلود بنتي، تفضلي تفضلي. تحية الخلود. مرحبا يا أطفال. مرحبا. رحمون عبد الحميد. رحمون عبد الحميد هو أبو عبد الرحمن عبد الحميد بن الشيخ الأخضر بن خليف، هو عالم جزائري، ولد سنة 1920 ميلادي بفيض البطمة ولاية الجلفة. تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده الشيخ الأخضر بن خليف، ثم تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن، وصل دراسته بالزاوية المختارية بأولاد جلال، فبرز في علم الفلك حتى سمي بالسينوسي الصغير، وعين إماماً في أواخر الستينات بمسجد المجاهد ببلدية فيض البطمة. نشأ وترعرع في عائلة عريقة النسب ميسورة الحال، مستمسكة بالأخلاق والعلم والأدب،
حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم الدينية على يده والده وخاله الشيخ محمد الصغير، ثم انتقل إلى الزاوية المختارية بأولاد جلال حيث واصل دراسته العليا وتعمق في العلوم الدينية وعلوم أخرى كالمنطق والأدب والتاريخ والفلك، وقد أخذ العلم من أمثال الشيخ بولنوار بن حبوب والشيخ عبد الله العابد وأخيه محمد العابد وعبد الله بني مصطفى بني قويدر والشيخ نعيم النعيمي ببالسكرة. وفي سنة 1950 ميلادي انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي عبد الرحمن النعاس بدار الشيوخ، فاستقر بها فترة طويلة نحو 15 عام كان فيها الإمام المرشد والمدرس الواعظ، وقد استقر في أواخر حياته بفيض البطنة معلما. توفي عصر الأربعاء 18 جويلي 1973 ميلادي، ودفن بجوار والده بمقبرة فيض البطمة رحمه الله. برافو 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 خلود بنتي، برافو 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 رحمون عبد الحميد، عالم من علماء الجزائر أحبائي وفقيه. أحبائي، بما أننا في هذا اليوم العالمي، في هذه الفترة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، عمو يزيد لكم أغنية. هذه الأغنية يقول فيها: ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي يلا تغنوها معايا. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 برافو، كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي فعل الخير، مساعدة الغير، يكون عندك شيخ يسكن معاك،
قدامك يكون عنده الحمل لازم تعاونه، طلع معه القضيان للدار. إذا شفت واحد أعمى تقطعوا الطريق، إذا شفت واحد معاق تعاونه. يا أخي أحبائي المساعدة لازم نساعدوا بعضنا بعض. يا أخي أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا دركا مع عمو موحى اللي جانا من مدينة عنابة بألعاب الخفة. تحية تحية لعمو موحى، تفضل تفضل تفضل. إذا تحية تحية لعمو موحى في ألعاب الخفة، تفضل تفضل عمو موحى تفضل. برافو برافو عمو موحى، برافو برافو عمو موحى اللي جانا من مدينة عنابة. تحيتنا لكل سكان ولاية ومدينة عنابة الجميلة الجميلة. عجبتكم ألعاب الخفة أحبائي؟ إذن برافو لعمو موحى. أحبائي في كل مرة نتعرفوا على معلومة في فقرة هل تعلم. نروحوا دركا مع بنتي دعاء العلالي في فقرة هل تعلم. إذن تحية تحية لدعاء، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. إذن صفيقة صفيقة على بنتي دعاء العلالي، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن خرطوم الفيل يمكنه أن يستوعب أكثر من 5 لترات من الماء؟ برافو 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 بنتي دعاء، برافو. أحبائي خرطوم الفيل كيكون يشرب الماء يقدر يرفد حتى 5 لترات تاع الماء، كثير. إذن أحبائي في كل مرة نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم مع عمو يزيد. تحبوا الحكايات؟ اليوم عندنا حكاية جميلة، هي قصة المعلم والتلميذ والعقرب. إذن يلا نعرف لكم الحكاية. إذن أحبائي كما وعدتكم هنحكي لكم حكاية التلميذ المعلم والعقرب. واحد النهار كان المعلم مع التلميذ تاعه، كانوا في رحلة على شاطئ البحر. كان المعلم في الشاطئ هكذا شاف واحد العقرب، هذاك العقرب راح يغرق، والعقرب هذاك ماهوش سام ولكن يقرص يلسع ولكن ما عندوش سم ما يقتلش يعني. هذاك المعلم كي شاف العقرب هذاك يغرق راح باش يسلكو، واش يدير هذاك العقرب؟ قرص المعلم هذاك لسعه هكذا، المعلم عاود تلقو يطيح هكذا، عاود شافو يغرق عاود غادو عاود راح باش يعاود يرفد هذاك العقرب، عاود قرصو ثاني عاود رماه هكذا، حاول للمره الثالثه جا باش يسلكو عاود قرصو. جا عنده واحد التلميذ من التلاميذ تاعو قال له استاذ سامحني من الصباح من قبل وانا نشوف فيك هذا العقرب لسعك 3 مرات ومازالك تحاول تسلكو. قال له علاش تحاول تسلكو قرصك شحال من مره؟ قال له شوف يا ابني، قال له العقرب هذا في طبيعته اللسع، قال له بصح انا في طبيعتي انقاذ الناس. قال له اللسع تاعو ما يقدرش يغير الطبيعه تاعي، انا طبيعتي نحب الناس ونحب ننقذ الناس. شوفوا احبائي كيفاش. بعد واش يدير المعلم؟ راح جاب ورقه ورفد هذاك العقرب بالورقه باش ما يقرصوش، وراح سلكو خرجو على برا وقعد مع التلاميذ تاعهم فهمهم. قال لهم احبائي ما تخلوش الناس مثلا تكون عندك نيه صادقه، ما تخليش الناس
بفعل ولا حدث ولا قال لا انا ما نديرش الخير لانه هذاك الانسان دار لي هكذا ولا هذاك مش مليح ولا هذا كذا. لا طبيعتك فعل الخير تقعد تدير الخير مهما كان. اذا كانت الدنيا اعطتك 1000 سبب للبكاء نتعطيها 2000 سبب للضحك والابتسامه احبائي. اذا الانسان يمشي بالضمير تاعو والاخلاق والمبادئ تاعو. عمو ياسد، الحكمه من قصه اليوم هي انه عليك الاهتمام بضميرك وبنفسك اكثر من الاهتمام بسمعتك، لان الضمير هو ما انت عليه وسمعتك هو ما يقوله الاخرون عنك. برافو. اذا احبائي لازم دائما تمشي بالضمير تاعك، ما تديرش على واش يقولوا الاخرين وكامل. يا اخي احبائي، اذا احبائي الانسان دائما لازم يمشي بالضمير تاعو. الضمير ما تخليش الناس واش تقول عليك ولا واش يديروا لك الناس. يقول انا يا خلاص راهم ظلموني الناس، انا ما زيدتش ندير الخير وكذا. بالعكس احبائي، الانسان يكون وفي الاعتقادات تاعو والمبادئ تاعو والضمير تاعو. يا اخي احبائي، في كل مره روحوا نكتشفوا مدينه من مدن الجزائر الجميله. اليوم نروحوا مع ميليسا نكتشفوا مدينه ورقلة الجميله. تحيه لميليسا. تحيه بنت. مرحبا. مدينة ورقلة كانت تسمى بوركلان، معنى الرجل الحر قديما، وهي جوهرة الواحات، تقع في الجنوب الشرقي للجزائر، يحدها من الشمال ولايتي الجلفة والوادي، ومن الجنوب ولايتي طمنراسة وإليزي، ومن الشرق الجمهورية التونسية، ومن الغرب ولاية غردايا. تقدر مساحتها ب 211,980 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 558,558 نسمة، وتضم 10 دوائر و21 بلدية. تتميز ورقلة بوفرة المياه والتي مكنتها من انتعاش الفلاحة الصحراوية، خاصة زراعة النخيل، وتعتبر القلب النابض للاقتصاد الجزائرية، فهي مدينة بترولية توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية نذكر منها قصر ورقلة، المتحف البلدي، منطقة صدرات، وتسخر بإمكانيات طبيعية كالكثبان الرملية، وردة الرمال، البحيرات، وكذلك معالم دينية كالمسجد العتيقة، الزوايا، ومراكز العام. برافو بنتي ميليسا. برافو. إذا مدينة ورقلة تحيتنا، نحبوكم. مدينة ورقلة مدينة جميلة جدا، مدينة فيها الزراعة، فيها وفرة المياه، وناسها مضيافين، يرحبوا بالناس وضيفها ما يبات برا. شكرا على حسن الضيافة. أحبائي، الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون؟ تعالي بنتي، أروحي، اقعدي بنتي. واسمك الشاطره؟ هناء. شحال في عمرك هناء؟ 11 سنه. وين تسكني؟ كاليتوس. في الكاليتوس. احكي لي النكته تاعك بنتي. واحد الرجل قال لصاحبه شحال راهي الساعه؟ قال له راهي الوحده الظهر. استغرب صاحبه، قال له كيفاش عرفت انت ما عندك الساعه؟ قال له من الشمس. وبدا قال له كيفاش تعرف شحال راهي الساعه في الليل؟ قال له ما تقوليش برك من القمر. قال له ما كي نعزف على البيانو. قالوا كيفاش كي تعزف على البيانو؟ قالوا كي نعزف على البيانو تبدا تعيط جارتنا تقول شكون هذا اللي يعزف على البيانو؟ تقول الساعه شحال راهي؟ ايه شويه يعزف على البيانو 10 تاع الليل. برافو بنتي. تعالي بنتي، اروحي تعالي. يلا تفضلي الشابه، اقعدي. واسمك بنتي؟ ملاك. الله يبارك. وين تسكني ملاك؟ سيدي موسى. الله يبارك. مدينه جميله سيدي موسى، فلاحيه، وعندكم بزاف الفلاحه وكذا. ما جبتولناش لا خضره لا فاكهه. هذاكم سيدي موسى من اروع ما يكون، معروفه مدينه سيدي موسى بالفلاحه ديالها وكامل. اذا تسلمينا عليهم كامل كي تروحي. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنه. احكي لي النكته تاعك. كاين راجل عيط لصاحبه قال له غادي عندي رونديفو تاع طبيب ومانيش حاب نروح. بداك صاحبه قال له عيط له قال له انا مريض. عيط للطبيب قول اني مريض ما نقدرش نجي. برافو. تعالي بنتي تعالي، اروح.
اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ مايا. مايا، شحال في عمرك مايا؟ 9 سنين. 9 سنين؟ شاطرة في الدراسة، وين تسكني؟ كاليتوس. في كاليتوس؟ الله يبارك. عندك نكتة؟ قصيدة. عندك قصيدة؟ قولي لنا القصيدة، واسمها؟ صوت صفير البلبلي. صوت البلبل؟ صوت صفير البلبل. يلا قولي لنا، ارفعي صوتك شوية وقولي لنا. صوت صفير البلبل، هيا جا قلبي الثملي، الماء والزهر مع ما زهري لحظ مقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولاي، فكم فكم تيملا وزيلا عقيق لي، قطفته من وجنة من نثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي فقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولت ولي ولي ويللي، فقلت لا تولولي فبيني اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالمقال، وفتية سقونني قهوة كالعسل، شممتها بآنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلو حلي بالزهر والسرور لي، والعود دن 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 لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والرقص قد طاب إلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. صفير البلبل، برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. أحبائي الحقنا دركا الفقرة رسائلكم. إذا ميميشا جيب لنا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، وأنتم أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا شكرا شكرا، تحية لميميشا، تحية تحية. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى، حبشي مريم البتول 7 سنوات، مدينة البيرين، ولاية الجلفة. الله يبارك، يا سلام على أولاد نايل، ربي يحفظكم إن شاء الله. أنا بنت معاقة وأريد المشاركة في الحصة. ابنتي مرحبا بك مريم البتول بنتي، أنت لست معاقة، أنت عندك احتياجات خاصة، حنا نحبوك بنتي وأنت كيما حنا، ونحبوك بزاف بزاف، ولازم تجي عندنا البرنامج. يلا مريم البتول الشابة بنتي لازم تجيبوها لنا إن شاء الله. ناموس طلال 12 سنة من مدينة ميلا. الله يبارك الله يبارك. أرجوك يا عمو يزيد أن تأتي مجددا إلى ولاية ميلا ليراك الأطفال الذين لم تسمح لهم الفرصة أن يروك ويشاركوا في برنامجك. شكرا شكرا طلال ناموس ميدي، جيتكم الميلا وفرحت معكم ورحبتوا بي في حفل من أروع ما يكون، ونعود نجيكم إن شاء الله. وعلي ملاك 10 سنوات من الجزائر العاصمة، أنا أريد أن أحتفل بعيد ميلادي وأنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد. ملاك وعلي ربي يحفظك، وحتما سوف نتصل بك باش تحتفلي معنا بعيد ميلادك. سي مهدي فاطمة الزهراء 38 سنة من ستوالي الجزائر العاصمة، قالت لكم الحصة رائعة ما شاء الله، أثارت إعجاب بناتي كثيرا ويودون حضور الحصة. إذا سي مهدي فاطمة الزهراء ربي يحفظك ويحفظ لك بناتك كذلك، ومرحبا بهم في أي وقت، راح نتصلوا بكم باش تجوا تحضروا معنا. رموش فراح من الجزائر العاصمة 4 سنوات، قد تكون بنتي مهتمة جدا بالحصة وحلمها أنها تحضر معكم. إذا رموش فراح من العاصمة ربي يحفظك، وإن شاء الله تجي تحضري معنا، وحنا نرحبوا بك وراح نفرحوا بك بزاف بزاف بزاف. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذه الجميلة الجميلة اللي بعتوهم لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد يفرح بزاف بزاف بهذه الرسائل هذو. لحقنا دركا أحبائي للجواب عن السؤال. إذا السؤال قال: قوس بلا سهم ولا وتر، ما هو هذا القوس؟ ما هو هذا القوس؟ ما هو ما هو؟ تعالي بنتي اروحي الشطرة. واسمك بنتي؟ رجاء. رجاء، شحال في عمرك رجاء؟ 6. 6؟ 6 ايام؟ 6 سنين. 6 سنين؟ الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ في صحراوي. وين؟ في صحراوي. في صحراوي، الله يبارك. إذا بنتي وش هو هذا القوس؟
قوس؟ ها؟ مكسر. قوس مكسر، برافو. تفكير سليم، قلت لك قوس مكسر، برافو برافو برافو. تعالي بنتي، تعالي. أروح الشابة، واسمك بنتي؟ أمنية. أمنية، وش هو هذا القوس أمنية؟ قوس قزح. قوس قزح أحبائي، برافو برافو برافو. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاع أمنية، أمنية الشابة. إذا بنتي أمنية، عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه على شطارتك. صحيح. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذا هو قوس قزح أحبائي. إذا درك لحقنا الفقرة رسم اليوم. بشرى بنتي جيبي لنا هذاك الرسم نشوفوه الجميل. بشرى في كل مرة تمتعنا تمتعنا ونتمتعوا معاها بالرسومات الجميلة الجميلة. خذي الميكروفون كلمينا على هذا الرسم هذا. رسمي نشوف. أوه الله يبارك. هذا هو رمز التضامن العالمي بمناسبة 20 ديسمبر، قررت نديره باه نشجع الناس انه يتضامنوا بيناتهم. برافو برافو بنتي، برافو 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 بنتي، برافو. جميل 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 جميل. إذن التضامن الإنساني أحبائي. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده. اليوم معنا مقدم خليل. تعال خليل، أروح وليدي، تعال تعال. إحنا نغنوا لخليل عيد ميلاد أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا غنوا معايا، يلا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. اذا سنه حلوه يا خليل. عمو يزيد يشعل لك شمعه، وانتم احبائي ما لازمش كاع تقربوا للنار، مش انتم تشعلوا الشمع، الكبار هما يشعلوا لكم الشمع. يا اخي احبائي انتم صغار وما لازمش تحرقوا، نحبوكم. اذا ديروا معايا العدد التنازلي لخليل. خمسه، اربعه، ثلاثه، واحد. طفي الشمعه، طفي طفي. برافو 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 برافو. اذا اعطيني الشهاده تاعو. إذا خليل عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وأنتم كذلك أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة مع عمو يزيد أحبائي. وخليل بما أنك رسلتنا للاحتفال بعيد ميلادك، رامي
راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة الجميلة، إن شاء الله تستفاد بها وليدي. راك فرحان خليل؟ شحال راك فرحان؟ بزاف ولا غير شوية؟ بزاف. هيا بزاف، برافو برافو برافو. إذا أحبائي، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبكم، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. حقيقة البنت تاعي شافت القصة عجبتها، قالت لي بابا ماذا بيا نشوف نحضر القصة، شفتها معايا، حبيت ندي لها كيما يقولوا الحاجة الرغبة تاعها. فرحت تواصلنا، كنت ماذا بيا نفرحها ونجيبها لحضر الحصه هذه مع الاطفال وتعيش معاهم كما يقولوا الحادث في الميدان. كنت فرحانه بزاف ونشكر عمو يزيد بزاف بزاف على هذه الحصه اللي دارها للاطفال، وتحياتي تحياتي لامي خاطر من يتابعني عمو يزيد. حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع